عملنا وعمل طبل فوقنا هيك الاولاد مع المرأة. قبل أيام تساقطت أجزاء من شرفة هذا المنزل الذي تسكنه عائلة مؤلفة من 6 أفراد في أحد أحياء مخيم برج البراجنة في بيروت. طلب الترميم الذي قدمه صاحبه قبل 2 عامين للأونروا لم يستجب له. دعمت زاوية المبنى لكن الخطر ما زال يتهدد سكانها وكذلك المارة. عندنا هالبرندة كلها عم بتأثر خطورة على العالم وعلى الأولاد وعلى الشعب، يعني كتير عم بتوقع كتير دبش وحجار وعم بتهر. هالفترة صرت طالع كذا مرة على مكتب الأونروا، ما حدا عم بيردوا علينا وما حدا عم بيسمعنا، بيقولوا لي احنا ما معنا تصريح انه ننزل، إذا ما اجانا تصريح من الرئاسة ما بننزل. هو حال ما يقرب من 8000 عائلة في مختلف المخيمات تنتظر البتة بطلبات الترميم، ومع حلول فصل الشتاء الذي يزيد الوضع قساوة يطالب اتحاد لجان حق العودة الأونروا بإعادة النظر بنظام الأتمتة الموحد الذي تتبعه في كل الأقاليم وتطبيق معايير السكن اللائق. بمخيم برج البراجنة لغاية 14/10/2022 تم تقديم 960 طلب ترميم للمنازل. من هذه البيوت يعني قرابة 1000 منزل في المخيم، هناك ما يقارب 200 منزل في حالة انهيار. هذه المنازل نتحدث عن منازل مسكونة، الناس اليوم تصرخ لترميم منازلها، تصرخ لإنقاذ حياة عائلات مهددة، ولكن للأسف لا من مجيب. يعيش أصحاب البيوت المتصدعة كابوسا يوميا وخوفا من كارثة إنسانية ولا قدرة لديهم للبحث عن ملاذ آمن في ظل الضائقة الاقتصادية. ليست المرة الأولى التي يثار فيها موضوع البيوت المتصدعة أو الأيلة للسقوط في المخيمات بشكل عام، لكنه بقي دون معالجة. وعجز وكالة الأونروا عن الالتزام بواجباتها بات يهدد ساكنيها ويشكل خطراً على السلامة العامة. حنان عيسى الغد من مخيم برج البراجنة، بيروت.